طيب في حالة انك ما تعرفش مين هو ستيفن هوكينج ودي حاجة مستبعدة، فخلينا نقول كده كلمتين في السريع عنه. هو عالم ودكتور انجليزي في الفيزياء النظرية وفي علوم الكون، وليه ابحاث كتيرة جدا في مجال الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية. لكن اكيد بقى اشهر حاجة عن ستيفن هوكينج، ولو انت حتى ما شفتش غير صورته فانت اكيد سألت نفسك هو ايه المرض اللي الراجل ده مصاب بيه بالظبط. ففي الفيديو ده خلينا نتكلم بالظبط عن الموضوع ده. المرض اللي انت شايفه عند ستيفن هوكينج ده هو اسمه التصلب الجانبي الدموري، واصيب بيه وهو عنده 21 سنة، ودي في حد ذاتها حالة نادرة لان المرض ده بيجي للناس اصلا اللي فوق الخمسين سنة. والدكاترة ساعتها توقعوا ان هو هيموت في خلال سنتين او ثلاث سنين بالكتير، لان هو ده اللي كان بيحصل لكل او اغلب مصابين التصلب الجانبي الدموري. لكن ساعتها برضو ستيفن هوكينج طلع حالة نادرة تاني وفضل عايش لحد ما بقى عنده 75 سنة. والمرض ده تقدر تقول ان هو بيكسر الخلايا العصبية الحركية اللي موجودة عند المريض، وبيجيب له شلل كامل في عضلات واطراف الجسم، وما بيقدرش المريض بالمرض ده ان هو يتحرك خالص. وبيعمل كمان صعوبة في بلع الاكل وصعوبة شديدة جدا في التنفس، وده بيكون هو سبب موت اغلب المرضى بالتصلب الجانبي الدموري لانهم ما بيقدروش ياخدوا نفسهم بالشكل الطبيعي. وكمان بيضعف او بيمنع اي قدرة على الكلام او تحريك البق اصلا. لكن بالرغم من كل ده بقى، فالوعي ومستوى الذكاء عند المريض بيفضل محافظ على مستوى الطبيعي وما بيتأثرش ولا كأن في حاجة اصلا في الجسم. وطبعا انا مش محتاج اقول حاجة زي كده اصلا، لان كلنا عارفين ان ستيفن هوكينج كان قادر يجاري كل علماء جيله وكمان يتفوق عليهم، بالرغم من ان هما اللي كانوا قادرين يقروا ويكتبوا ويتكلموا ويعملوا كل حاجة بنفسهم. والحقيقة اننا للأسف ما نعرفش كتير عن مرض التصلب الجانبي الدموري، ولا نعرف ليه بيجي للإنسان، ولا عارفين ازاي بيشتغل اصلا ويأثر على أنسجة الجسم التأثير ده كله. لكن احنا بنلاقي المرض ده ظهر كده بصورة مفاجأة على المريض وبيصيبه بالشلل تدريجيا لحد ما يفقد اي قدرة على التحكم في اي جزء من جسمه. ولما وصل ستيفن هوكينج لمرحلة الشلل التام دي، عملت له شركة انتل سوفت وير كده مخصوص للكرسي بتاعه عشان يعرف يتحرك بيه. وكمان الادهى من كده بقى ان كان في سوفت وير كمان بيقدر يترجم اشارات دماغه وعينيه لكلام واوامر مفهومه، وبالطريقه دي فعلا قدر ستيفن هوكينج انه يكتب كل الكتب اللي الفها من بعد ما اتصاب بالمرض، زي تاريخ موجز للزمن والكون في قشرة جوز والثقوب السوداء والاكوان الناشئه، وغيرهم كتير جدا من الكتب في مجال الفيزياء النظريه واللي غيرت شكل مفهومنا ونظرتنا للكون. ومات ستيفن هوكينج في بيته في انجلترا يوم 14 مارس 2018 عن عمر حوالي 76 سنة. وبالصدفة البحتة خليني اقولك ان ده برضو نفس يوم ميلاد اينشتاين اللي كان برضو يوم 14 مارس لكن سنة 1879. وبكده يكون ستيفن هوكينج هو اكبر واوضح مثال كلنا نعرفه للصبر على الازمات وتحدي الاعاقة. فهو عمل كل الانجازات اللي هو عملها طول حياته دي من فوق كرسيه المتحرك وهو مش بيتكلم ولا بيتحرك، ومصاب بمرض قاتل من فترة شبابه لحد ما مات لمدة استمرت حوالي 55 سنة. وبس كده اقدر اقول دلوقتي ان كل اللي كان عندي للفيديو ده خلص خلاص. وانا متأكد ان في ناس كتيرة جدا زي كانت عايزة تعرف برضو هو ايه نوع المرض بالظبط اللي بيعاني منه ستيفن هوكينج. يا رب اكون جاوبتلك على السؤال ده بالشكل اللي يعجبك. ولو الفيديو عجبك ما تنساش بقى تدوس لايك وتشترك في القناة من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر طلب كده معلش لو بتقل عليك، لو كنت اول مرة تشوفني ابقى خش خد لك لفة كده في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة وان شاء الله هتعجبك. بس كده، سلام.